اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراراتك اليوم هي حتحدد مستقبلك بكره. قراراتك امبارح هي اللي عملتك وخلتك تحقق اللي انت عندك اياه اليوم. بعض القرارات بتكون بسيطة جدا، مثل مثلا قرار انك تاخذ دورة، او قرار انك تشتري كتاب، او قرار انك تطلع مشوار، او قرار انك تسافر. هاي القرارات ما بيكون احيانا لها دايركت افكت تحسه بنفس الوقت، بتاخذ وقت حتى تظهر على السطح، ولكن ثق تماما كل قرار بتاخذه بحياتك هذا القرار بيأثر على مستقبلك. كان في فيلم بذكر حضرته بايام الجامعة كان اسمه Butterfly Effect. الكونسبت تبعه بيحكي انه كيف في احيانا اكشنز بسيطه وقرارات بسيطه الواحد بيعملها بحياته بتغير الامور والاحداث بشكل كبير جدا. فاذا كان هدفك او رؤيتك لنفسك او الاشياء اللي بتطمح تحققها لنفسك انك تكون في مجال معين او انك تكون مشهور في 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 شيء معين او انك تحقق هدف معين، ابحث عن القرارات اللي بتساعدك تحقق هذا الهدف. يعني على سبيل المثال انا كان من هدفي اني اكون، والشيء اللي بعمل عليه انه اكون انا انتربرنورشيب انفلونسر لرواد الاعمال العرب، هذا الهدف اللي بعمله الان. النتيجه الان اللي انا اليوم بحكي بهذا الفيديو معكم او بستعمل هاي الكاميرا او انا واقف هذا المكان او بعمل الاشياء اللي بعملها بحياتي اليوم بتعود لقرار اتخذته انا قبل 3 أو 4 سنوات. المهارات اللي عندي كرائد اعمال مثلا جزء كبير منها بيعود لكتاب اشتريته او قررت اشتريه قبل فتره، او 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 اونلاين كورس انخرطت فيه واشتريته ودفعت، كان سعر غالي بوقتها بالنسبه لي، ولكن اخذت القرار لانه القرار انا ما بربطه بوضعه الراهن وانما بربطه بالمستقبل. يعني على سبيل المثال بعتبر نفسي مثلا بالفيسبوك ادفرتايزمنت والانستغرام ادفرتايزمنت مثلا بعتبر حالي هيرو ادفرتايزر. ليش؟ لانه من 4 سنوات بلشت استعمل الفيسبوك ادز وبلشت اصرف فلوس وبلشت اخذ كورسز اونلاين كورسز برايمرلي، جربت التراديشنال كورسز اللي هي اللي بتروح على كلاس هون دبي وغيره. دفعت بذكر حوالي 10000 درهم لسعر كورس تراديشنال كورس ما استفدت منه، ما خليت عدم استفادتي من هذا الكورس انها تخلي تمنعني استثمر مره ثانيه بنفسي. جربت اونلاين كورسز وجدتها اكثر فعاليه، بعدين بلشت اطبق واصرف فلوس، اخسر على الادفرتايزمنت، ارجع اجرب مره ثانيه، وهل مجرد هذا كل القرارات اللي اتخذتها في ذاك الوقت الان هي اللي عملتني وين انا اليوم. نفس الفكره بنطبق عليك هذا الحكي وبنطبق عليك. القرارات اللي بناخذها اليوم لها تاثير على وين بنروح بكره بنفس الدرجه اللي قراراتك امبارح اثرت على حياتك اليوم. ولازم نكون واعيين انه القرار اللي بناخذه مش لازم فجأة أو مباشرة أو يكون عندنا المنتاليتي إنه بدي النتيجة تبعته اليوم تصير أو الآن تصير، لأنه مستحيل يصير القرار اللي بتاخذه أو الشيء اللي القرار اللي بتاخذه بيومك أو بالوضع الراهن أو الوقت الراهن إنه يعطيك النتيجة مباشرة. بده وقت، الأشياء هاي بدها وقت وبدها صبر وبدها consistency، استمرارية. من دونها ومن دون الصبر معها على الأغلب ما حتحصل نتيجة. خلاصة الأمر إنه اسأل نفسك شو القرارات اللي لازم تاخذها اليوم عشان تكون وين بدك تكون بكرة. هاي القرارات هي اللي حتحدد مصيرك، هي اللي حتحط خارطة الطريق لك، وهي اللي حتساعدك تحقق أهدافك كشخص وإنك تطور بحياتك وتكون مساهم، تكون منتج، ما تكون عالي ولا تكون عبء لا على المجتمع ولا على عائلتك ولا على أصدقائك، بل على العكس تكون أنت الشخص اللي يعتمد عليه، اللي الناس بتلجأ له في الأزمات، الناس اللي بتكون همها او حبها او شغفها انها تشتغل معه او انها تاخذه كجزء من تعتبره كجزء من مخططاتها وتعتمد عليه، ما تكون انت الشخص المعتمد بل المعتمد عليه. اتمنى الفيديو هذا يكون نال اعجابكم. اذا نال اعجابكم اعملوا منشن لشخص حابب انه يسمع هيك حكي، بلس اعملوا شير لهذا الفيديو حتى يوصل لناس اكثر. ما تنسوا انه اذا حابين تتعلموا اكثر كيف تكون رواد اعمال ناجحين، فاذا روحوا على الموقع الالكتروني www.learn11.com. اتمنى لكم التوفيق والله يحفظكم. السلام عليكم.